Well positioned to make that interception. Keeper goes long. لو كارت الشاشة عندك قديم ومنتش عارف تلعب عليه الألعاب الحديثة، أو كارت الشاشة حتى بيشغل ألعاب ولكن بتبقى ببطء شديد جدا لدرجة ان انت ممكن تزهق من الجهاز نفسه، تيجي مثلا تلعب ببجي تلاقي نفسك بتلعب على 18 فريم أو 20 فريم بير سكند، وتسمع ناس تانية بتلعب على 90 و120، وكل ما تيجي تسأل حد أسأل حاجة يقولها لك غير كارت الشاشة، وانت ممكن لأسباب كتير ما تبقاش عارف تغير كارت الشاشة، ممكن بسبب الباور سبلاي ما يستحملش كارت أعلى، ممكن حتى لو غيرت كارت الشاشة تلاقي ان ممكن عندك البروسيسور يعمل بوتل نيك لكارت الشاشة بتاعك وبالتالي يأثر على أدائه، تلاقي نفسك رايح في سكة ان انت محتاج تشتري جهاز جديد. طيب ايه الحل؟ نعمل ايه؟ هل انت كده ما انتش عارف العب لازم اشتري جهاز جديد؟ الحقيقة انك ممكن تلعب العاب حديثة على نفس كارت الشاشة القديم اللي عندك وتحسن الفريم بير سكند والانبوت ريسبونس وتقلل اللاج، وكل ده بخطوات بسيطة تخليك توصل للنتائج اللي انت شفتها في اول الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس هاني غني. النهاردة هتكلم بالتحديد عن كروت انفيديا، هقول افضل الاعدادات لانفيديا كنترول بانل سيتنجز اللي هتقدر بيها تعلي الفريم بير سكند بتاعك وتحسنه بشكل كبير، وده هينطبق سواء عندك كارت حديث او كارت شاشة قديم. كمان هنعمل اوفر كلوك او كسر لسرعة كارت الشاشة، وده هينطبق على كروت الشاشة القديمة لان كروت الشاشة الحديثة زي ما احنا عارفين فيها خاصية التيربو بوست اللي هي بتعمل اوفر كلوك اوتوماتيك من نفسها. هنجرب على اربع العاب قبل التعديلات وبعد التعديلات اللي هنعملها، وكمان مرة تالتة بعد الاوفر كلوك. هنجرب كل لعبة 3 مرات ونشوف في كل مرحلة كانت ايه التحسينات والتغيرات اللي بتحصل. الالعاب اللي هنجربها النهاردة هي بيس 19 وباب جي لايت وجاست كوست 2 وريد اليرت 3، وانا هستخدم كارت شاشة قديم جدا علشان نقدر نشوف مع بعض ازاي كارت شاشة قديم نقدر نشغل بيه العاب حديثة. الكارت ده هو انفيديا جي تي 610، وده البيس كلوك بتاعته 810، والميموري كلوك بتاعته بتكون 533، يعني قديم جدا. البيس كلوك بتاعته تعبانة جدا، ضعيف جدا، ومع ذلك هنقدر نشوف النهاردة ازاي احنا شغلنا عليه الالعاب الحديثة. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يجيلك كل الفيديوهات اللي انا بعملها، ويلا بينا ندخل على الاعدادات. هتيجي تدوس كليك يمين وتدخل على انفيديا كنترول بانل اللي احنا هنعدل منها اعدادات اللي انا كنت بتكلم عنها. هتيجي على Adjust Image Settings، وهتيجي هنا وهتختار Performance وتأبلاي. هترجع تاني تقول Use My Advanced، كليك Apply، وبعدين هتدخل على Manage 3D Settings، وهتكون واقف على التابة اللي هي Global Settings، وهنمشي عليهم بالترتيب. أول حاجة الامبيانت اوكلوجن هتعمله اوف، الانستروفيك فلترنج هتعمله اوف، الانتي انالايزنج اف اكس اي اي هتعمله اوف، الجاما كوركشن دي هتسيبها اون، ما بت يعني مش هتفرق، الانتي انالايزنج مود هتعمله اوف. بعد كده هتنزل على الكودا جي بي يو، هتتاكد ان هو مختار كارت الشاشه. DSR Factors دي هتكون off. الماكسيمم Pre-Rendered Frames دي لو انت بتلعب لعبة زي مثلا ببجي والانبوت ريسبونس عندك مهم جدا، دي هتختار هنا 1، لكن لو انت مهتم بالفريم بير سكند اكتر هتختار 3 او 4. الاوبن جي ال ريندرينج هتخليه زي ما هو اوتو. الباور مانجمنت مود دي بصراحة مهمة جدا ولازم تعملها بريفير ماكسيمم بيرفورمانس. الشيدر كاش هتعمله اون. تكستشر فلترنج انستروفينج سامبل ده هتعمله اون. تكستشر فلترنج نيجاتيف هتعمله الاو. تكستشر فلترنج كواليتي هتعمله هاي بيرفورمانس. بعد كده التكستشر فلترنج تريلينير اوبتمايزيشن هتعمله اون. ثريدد اوبتمايزيشن هتعملها اون. تريبل بافرنج اوف. فيرتيكال سينك اوف. الفيرتشوال رياليتي بري ريندرد فريمز دي زي اللي فوق بالظبط، زي ما جينا هنا عملنا الماكسيمم بري ريندرد فريمز 1، هنا تعمل 1. بعد كده تعمل ابلاي، هتنزل على سيت فيز اكس كونفيجريشن، وتتاكد ان انت مختار كارت الشاشه بتاعك مش السي بي يو. تشينج ريزوليوشن
هتتأكد ان الريفريش ريت بتاعتك هنا هي اعلى ريفريش ريت عندك. في ناس ساعات بتبقى عندها شاشات 144 ومش شغالة 144، بتبقى شغالة 60 بس وبيبقى مش واخد باله ليه. هو المفروض هنا تختار اعلى ريفريش ريت وتابلاي. ادجست ديسك توب كولر سيتنجز، هنا هتختار يوز انفيديا سيتنجز. وهنا في حاجة خاصة شوية يعني بتعتمد على كل واحد. هنا انت عندك حاجة اسمها الديجيتال فايبرنس، بيبقى الديفولت بتاعه بيبقى زي ما احنا شايفين كده بالشكل ده، بيبقى 50. فضل انها تبقى من 70 ل 75، ده معقول ودي برضو بترجع ليك. بعد كده هتنزل على ادجست ديسك توب سايز اند بوزيشن وتختار نو سكيلينج، هي بيبقى الديفولت بتاعها اسبيكت ريشيو ولكن انت تختار نو سكيلينج. بعد كده هتنزل على ادجست فيديو كولر سيتنجز، دي هتفرق معاك لو انت بتتفرج على اي فيلم هتلاقي الالوان مختلفه. هتختار with NVIDIA settings وهتيجي على advanced وهتتأكد ان هو معمول على الفول adjust video image settings وهتختار use NVIDIA setting use NVIDIA setting. تاني علشان ما تبقاش متلخبط، اخر حاجتين دول مش خاصين بالالعاب، دول خاصين باي فيديوز انت بتشغلها على الجهاز. كمان لو احنا عايزين نعمل overclock، انا بستخدم برنامج MSI افتر برنر، ده برنامج مشهور جدا. برنامج هتلاقيه على السايت ده، هبقى سايب لكم اللينك في الديسكريبشن تحت عشان لو حابب تعملوا داونلود. البرنامج ده شكله وهو بيظهر لك حاجات كده وانت بتلعب، بيقول لك الفريمز اللي انت بتلعب عليها، الجي بي يو درجة الحرارة بتاعته كام، الميموري المستخدمة، الرام، كل دي تفاصيل ممكن انت تبقى بتلعب وانت شايفها. ومن هنا تقدر تعمل له داونلود، وبعد ما تعمل له داونلود وتسطبه هيبقى بيفتح معاك بالشكل ده. هنا انا عندي البيس كلوك بتاعت كارت الشاشة 810 والميموري كلوك 533. انا هنا هعمل اوفر كلوك بنسبة حوالي 20%، طبعا كل كارت شاشة او الموديل بتاع كارت الشاشة بيتحكم في الاوفر كلوك اللي انا بعمله. الاوفر كلوك بيبقى له معايير كتير جدا، اهم حاجة طبعا في الاوفر كلوك ان انا لازم اكون بحافظ على درجة الحرارة بتاعته. لو طول ما انا محافظ على درجة الحرارة بتاعته بقدر ارفع الاوفر كلوك، بيبقى له مقاييس تانية ومعايير تانية بتختلف. لو انتوا حابين تعرفوا اكتر عن الاوفر كلوك وتعرفوه بالتفصيل اكتبوا لي تحت في الكومنتس. ولو انا لقيت ناس كتير طلبت انها تعرف ايه الاوفر كلوك هعمل فيديو ان شاء الله اشرح فيه الاوفر كلوك بالتفصيل. بعد ما عملنا الاوفر كلوك هقول له ابلاي، وهنا هكون انا رفعت كسرت السرعه بتاعته او عملت له اوفر كلوك. كمان الفيديو اللي ظهر دلوقتي في طرق لكيفية تسريع الويندوز، هيفرق معاك جدا، هيخلي الجهاز معاك أسرع بشكل عام، ممكن تتفرج عليه. وقبل ما نروح للألعاب ونشوف نتيجة الإعدادات اللي خلت الفريم بير سكند يتضاعف وأحيانا يمكن زاد أكتر كمان من الضعف، ما تنساش تعمل سبسكرايب. وكمان هستنى من كل واحد يكتب لي موديل كارت الشاشة اللي عنده إيه وبيلعب ألعاب إيه، وقبل الإعدادات دي كان بيلعب اللعبة على كام فريم بير سكند، وبعد ما عمل الاعدادات ايه اللي حصل وايه التحسن اللي هو حاسه في اللعبة. ولو حد عنده كمان اي استفسار بخصوص الموضوع ده يكتب لي في الكومنتس تحت وانا هرد عليه. scoring contest, that's a little harder back to predict. See they gave it away. That's Roberto Firmino. Firmino wants to get it forward quickly, Benny. Get the pass he's looking for. He's got good to-
Multi-cabin service. Prospector on duty. I'm here for you. Building. Building. Multi-gunner. No power. Cover. Onto the chopper hull.